السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دلوقتي نشوف موقع اسمه بوب اي اي. الموقع ده بيشتغل بالذكاء الاصطناعي وبيعمل امكانيات كتيره جدا هنشوفها مع بعض، زي مثلا ان انت ترفع له ملف بي دي اف وتقول له لخصه لي، او تقول له قول لي نقط مهمه، او هل الملف دوت بيناقش الحاجه اللي انا عايزها ولا لا. طيب بدايه قبل ما نبدا خلينا نيجي هنا واقول له سيتنج، بلاقي ان هو بقى فيه اللغه العربيه، يعني هو انجليش وعربي، واقول له غير اللغه، فخلاص غير اللغه كلها للغه العربي. لو انت عايز تكمل انجليزي مفيش اي مشكله خالص، تمام. هي بس الميزه الجديده فقلنا نبص عليها، محادثه مع وثيقه، تمام. فاقول له حمل الملف او يو ار ال، يعني ممكن يكون عندك ملف موجود فبدل ما تعمله داونلود لا انت ممكن على طول تاخد اللينك وتدهوله وهو يبدا يتعامل معاه. طيب خليني احمل كده ملف من عندي، احمل المجله، تمام. وممكن تقول حدد اللغة، يعني هل دي بالعربي بالانجليزي. الميزة ان هي حتى لو متاخدة سكان في مواقع كتيرة بتشوفها كأنها صورة، لا هو بيبدأ ان هو يستخدم الـ OCR Optical Character Recognize بحيث ان هو يقدر ان هو يفهمها. فانا بقول له اريد تلخيص، هو بدأ يكتب الانجليزي، فانا اقول له اريد تلخيص للملف بالعربي. مجلة بيم أرابيا متخصصة في نمذجة معلومات البناء، تعتبر مجلة مصدرا قيما للمحترفين والباحثين الراغبين في فهم أعمق البيم وتأثيرها في صناعة البناء، تمام. هو بيديني المصادر في صفحة كذا صفحة كذا صفحة كذا. طيب أنا الملخص ده عايزه أطول، أريده ملخص أطول تقريبا 1000 كلمة مثلا. هنشوف بقى ايه لو سألته حاجة وهو اداني مش اللي انا عايزها بالظبط، اقدر اقول له عدل لي فيها. فزي ما انت شايف دخل اتعمق اكتر ويقدر يديني مجال اكتر، تمام. طيب لو انت الكلام حسيت ان هو مش مظبوط قول له عاد التكوين، يبدأ ان هو يعمله لك. ممكن تقول له انا عايز ملخص، عايز ورق، ده بيقول لي نوع الملف اللي انت رافعه، تمام. انت ممكن تقول له انا عايز ملخص، عايز عرض تقديمي. عرض تقديمي يعني ايه؟ يعني حول لي الملف دوت لبي دي اف هدخل بيه ميتنج، هدخل بيه اجتماع مثلا وعايز ان انا اوريه له. فهو بيقول لي انت عايز بقى عرض تقديم عشان ايه؟ تدريب تعليمي مثلا، تمام. فهو بيعمل لي المخطط اللي هي كل ورقة هتبقى فيها ايه بالظبط، التفاصيل بتاعتها بالشكل دوت. طيب هو كده اداني كل شريحة المفروض هيبقى فيها ايه. ممكن اقول له ايه؟ اعمل لي انت بقى العرض التقديمي، انا لسه هقعد اتعب، اعمل لي انت بقى العرض التقديمي. فهو هيبدأ يعملها لك، لكن بيقول لك ان هو لازم انت ليك تقريبا مرة ببلاش وانا خلصتها اكيد من زمان، لكن لو انت عايز حاجة زي كده هتدفع في فلوس تقريبا $8 في الشهر. بس الميزه بتاعتها ان انت لو انت بتعمل برزنتيشن كتير فده هيوفر لك وقت كتير. فدي هعمل لي برزنتيشن كل شريحه يجيب لي الجزء الكلام اللي فيه ويجيب لي صور متعلقه بيها، تمام. ده الاشتراك الشهري والاشتراك السنوي. طيب هنا ممكن بقى تقول القوالب بتاعتك، لو في مثلا عايز اعرض تقديم جديد هم بيوصف حاجة، ممكن تستخدم الديل اي ان هو يعمل لك صور، تمام. قول له انا عايز مثلا صورة للمسجد الاقصى، فانت مش مضطر ان انت تروح لشات جي بي تي وتروح لديل اي وتروح لاكتر مكان، لا هنا بيسهل لك الموضوع او عمل لك الصورة بالشكل دوت وسبيل المية طيب خلينا نرجع. فتقدر ان انت تعمل عرض تقديمي، تقول له بس انا عايز عرض تقديمي عن الفيمتو ثانية
ففهمته ثانيه يعمل لك العرض التقديمي على طول. بس لازم تراجع، لازم تتاكد من الشغل بتاعك، كتابه احترافيه، رسم بياني، اجابات البرمجه، تمام. لو انت بتتعلم برمجه مثلا وطلع معاك كود مش مفهوم تقدر انت تساله فيها، ده هنا بقوالب بتسهل عليك الطلب اللي انت عايزه. انت مثلا عايز حاجه في الحياه المهنيه مثلا سي في بتاع، هتيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل السي في، فيبدا يكتب، يقول له بيقول لك ايه، طب اكتب لي انت شغال ايه مثلا، محامي وخبره 4 ايام على ذمة التحقيق، تمام. فهو يكتب لك حاجه ويبدا ان انت تطورها معاه، تمام. فبيقول لي انت خلصت المده التجريبيه بتاعتك. طيب في ميزه برضو ان انت تقدر تسطبه على جوجل كروم، تمام، وتسطبه عندك على الموبايل بتاعك، بحيث ان هو يوفر عليك وقت، بدل ما كل شويه تدخل على الموقع هتدوس على الزرار هنا في الاكستنشنز يبدا ان هو يشغله لك وتبدا تستفاد من المزايا بتاعته.